قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. عظم الرغبة أكثر من الطلب، لا يعني لا تقلل الطلب، أكثر من الطلب. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل مسألته فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الله أكبر. المخيط هي الإبرة الكبيرة، هذه الملساء، إذا أدخلتها في البحر ثم أخرجتها كم نقص من البحر؟ ولا شيء. يقول كذلك الأمر إذا أعطى كل واحد مسألته، تصوروا من الأولين والآخرين والإنس والجن وفي وقت واحد، وأعطى كل واحد مسألته لا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى، وذلك لكمال ملكه وعظيم ملكه جل وعلا. فالإنسان لا يتعاظم الله تبارك وتعالى، يقول هذا كثير على الله، لا، ليس شيء على الله كثير. ويذكرون من طرائف الأمور أن رجلا كان عند الكعبة فيسأل الله تبارك وتعالى، يريد الدنيا، فيقول يا رب 5 ملايين، يبي فلوس، يقول يا الله 5 ملايين، يا رب ارزقني 5 ملايين. فصاحبه بجانبه ضربه هكذا، قال يكفي مليون زين، قال يكفي مليون. سألتك، أنا طالب منك، أنا طالب من الله من الكريم، شو حتى هو ما طلب منه مستعظم، وهو لم يطلب منه واستعظم الأمر. 5 ملايين كثير، يقول أنا ما طلبت منك، أنا طلبت من العظيم، طلبت من الكريم، طلبت من الجواد سبحانه وتعالى. ولذلك قيل وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائمه، وتعظم في عين الصغير صغارها لأنه صغير، وتصغر في عين العظيم العظائم، مهما ظننت أنها عظيمة فهي عند الله لا شيء، تصغر عند الله. فأعطيت كل واحد منكم مسألته، أو منهم أعطيت كل مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا لكمال ملكه وعظيم ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى.